يا دكتورة، المشكلة بتبقى فين؟ إن إحنا مش عارفين ننام كويس. بصي، انا بحييكم على اختيار الموضوع. يعني تاني مره نتكلم عن النوم، مره اتكلمنا عن الاطفال، والمره دي هنتكلم عن عموما النوم غذاء العقل والروح والجسد الثلاثه. اهميه النوم دي يعني يكفي ان انا اقول لك انه اليه من اليات التعذيب في الحروب عشان تعرفي اهميته. أيوة. يعني ان انا بحرم الاسير او بحرم اللي انا قابض عليه من النوم عشان اوصله لحاله من عدم التوازن انهيار. العقلي حالة والنفسي من الانهيار العصبي والجسدي، وصولا لانه ممكن يموت. فدي اهميه النوم. النوم ده اكسير، يعني اكسير ان انا ابقى دايما في قواي العقليه الصحيحه، حالتي النفسيه والمزاجيه الصحيحه، حالتي الجسديه والصحيه الصحيحه الثلاثه. حضرتك بتقولي بقى ساعات ادخل انام كده تلاقيني مش جايني نوم، يا عندي فكر صحيح، يا شارب قهوه وشاي منبهات. وبعض الامراض طبعا بتعمل كده، يعني اختلال وظائف الكبد بيعمل كده، تلاقيه هايبر، تلاقي الليل نهار والنهار ليل. بعض الامراض المزمنه اللي المها فظيعه صعبه جدا، فممكن فعلا تاثر على ان انا ما اقدرش انام. النوم ده نعمه من نعم ربنا، انه بيعمل زي ما قلنا انه بيعمل سويتش اوف. ايوه، شوت داون. بالظبط كده، يعني لازم تعيدي كده تاني جاي يعمل لك كل الوظائف الحيويه بتاعتك، وتيجي تصحصح وخلاص. انا اللي فات ده والتعب والارهاق والانشغال والتفكير، كل حاجه كانت امبارح، خلاص هي كده المفروض، مفترض انها خلاص انا رميتها ورا ظهري وفقت منها.